تدخل من الأجهزة طموحات كبيرة إن شاء الله الأوبجيكتيف حاطينه هو جمعية شركة بيت ناسيونال إن شاء الله بعد شيء الحمد لله تحضيرات بديت على بكري إن شاء الله فما انتدابات نحب نوفر كل شيء وإن شاء الله الناس كلها تحط اليد في اليد وإن شاء الله الباسكت تولي عاملة اسم في المهدية إن شاء الله نخدم أفضل إن شاء الله الحمد لله مرحبا بكم خصوصا المسألة الصغرى بدينا سريع على بكري بدينا دونك دي سبتمبر فهمني عن المسألة الصغرى عن ليكول بن جماعة وعن المنين بي وعن الكادي المدربين عن السي مجد واجه مع ليكول بن جماعة وعن سي مكرم كحيس مع المنين بي وعن سي ياسين واجه كالعادة فهمتني مع الكادي مع الأسر الاوبجيكتيف نتاعنا الهدف هو الكل كي معناها من بس الصغرى هي تكوين الفورماسيون فهمني باش نحاولوا نكبروا القاعده نتاع اللاعبين الشبان في النادي بي سي ام وسير الحمد لله معناها القاعده كبرت وخير كل عام قاعده تزيد ونطعموا ان شاء الله نطعموا بها ان شاء الله معناها الاصناف الكبرى اللي هو معناها صفر على كبر غير هذا معناها في عندنا الاكاديميه نتاع كره السله تو عندنا عامين حيتفتح هنا عمناو دونك السي ان شاء الله بقدرة الله عندنا خدمة أخرى والخدمة باش تكون معناها خير من عملية وإن شاء الله استقطاب معناها أكبر عدد ممكن معناها من الصغيرات الأعمار تتراوح بين 5 سنوات و 12 سنة والأكاديمية هذه دونك جمعية تشرف عليها وتدريب القاعة نتاع صلاح واجة والهدف هو ديما هدف معناها أكاديمية وهدف قبل ما يكون هدف الموتيفاسيون كله هو هدف معناها فورماسيون وتكوين ونحاولوا باش نرغبوا ونحاولوا باش نحبوا الصغيرات نتاعنا معناها في المادية خاصة لعبة كرة السلة هي لعبة مازالت معناها تستنى جديدة شوية فهمني قاعد تاخذ في استقطاب كبير دونك نحاولوا باش نحبوا الصغيرات الكل باش يبداوا في الأكاديمية ساعة قبل كل شيء ينشطوا في الأكاديمية ومن بعد الأكاديمية ينطلقوا اليوم في الجمعية في الأصناف الصغرى ونروهم إن شاء الله نهار آخر معناها في الأكاد. مكرم قحيس كنت جوار سينيور ولعبت زعاني صغير في البي سي ام وكبرنا في الجمعية هذه وإن شاء الله فما الخير المستقبل قدامنا فهمتني. بالنسبة للأصناف الصغرى خذيت كاتيجوري منين بي وإن شاء الله فما كان خير في المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السنة نادي كرة السلة بالمهدية في ثوب جديد بعد النتائج اللي يكسبها عمناوي مش من شبان للأكابر اللي وصل عمناوي في الأكابر لعب البراج لآخر واحد
من كار سكوت ولا كان نطلع للوطن النبال ان شاء الله الهدف هذا يتحقق السنة اقعد تشوف ولا عنده جمهور والتنبيه انا والمعبين تبدأ كل شبان قاعدين يكتبوا في الخبرة وان شاء الله السنة عام صعود وهذا انا مش ناكدوا بحول الله عم المجمع في الوطن الف والسنة في الجمعية عندنا قربات 23 سنة من اللي تكونت الجمعية من اللي كونا سلم من لجان المهدية وانا في المرحوم في محمد العماري وقت ما معنا وقت نذكر السيد اللي كتب عام المرحوم زاد سالم الجمالي معنا ياسي قندورة والعبد لله اظن اللي تمنى واللي اساسنا هالجمعية وين معهم؟ هيك وقت كنت لاعب كنت لاعب يا حفظ وبديت ودولت عليه الجمعية برشا رجالات منهم سي احمد الشوشان منهم سي عبد الحميد بنور وخاصة نزيد نقولها الحبيب العماري اللي شد في ظرف صعيب برشا وكانت الجمعية باش تندثر وتتحل لولا وقته هو والعبد الله هم معاه شديناه باش نقول بعد جات جماعة كما المرحوم سي خالد بن يوسف سته وعندك سعاد بن رفيلي اللي عمل حاجه باهيه بدات الثوره نتاع المسكتات واللي يختمها بالباهي واللي شاف العز البسكات في عاد سي كمال المشاكل اللي شد سنين شد رئيس خلق ثوره من في البلد ولات جولات تشوف فيهم اخذها هم صغار اللي كبروا وش نقول لك لكن احنا عنا قاعدين نعملوا هالشيء اللي قاعد تشوف فيه البسكيت هذه نعملوا في شيء كبير مال قليل مال قليل معناها المسنية بتاعنا ما توصلش حتى 60,000 دينار في العام ممرضين كل 50 لاعبين كل شيء خالص كل شيء مريقل معناها ما عندناش لا عندنا 100% في شيء قاعد تشوف فيه يتحقق ببعض المنين قولوا مرحبا زاده للهيئه المديره السيده وسمونا انضم لنا زاده واحدة وسلام مثالي خير في مروان القيه داخل متحمس مع هيئه جاب معها جماعه مناضلين باش يقولوا باش يدخلوا للجمعيه كما سي مهدي عيان كما سي بافون كما جماعه جدوي اللي باش يعطيوا دم جديد للباسكت خاصة الجو نتاع الجماهير اللي باش يخلق نشاط وحيوية كبيرة ناسيونال 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 ان شاء الله ناسيونال ان شاء الله ناسيونال مطلوع هذا ان شاء الله ان شاء الله العام مطلوع السنين